أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة أحسن صاحب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبمشاركة 1000 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في 24 محافظة على مستوى الجمهورية. وشهدت المبادرة تحركات جماعية لفرق متطوعي صناع الحياة للتوعية بالمبادرة وأهدافها في مراكز وقرى 24 محافظة من خلال إقامة الكرنفالات وحملات طرق الأبواب، بجانب توزيع نشرات وأوراق وستيكر مبادرة أحسن صاحب في مصر بغرض شرح الفكرة والدعوة للاشتراك فيها من الأصحاء وذوي الإعاقة. وقام شباب المتطوعين بلصق ما يقرب من 50,000 ستيكر للحملة، كما قاموا بزيارة العديد من الأندية الرياضية وتجمعات الشباب والأهالي للتوعية بالحملة وشرح أشكال الإعاقات وأنواعها، بجانب تكوين صداقات مع ذوي الإعاقة والأصحاء على السواء. تستهدف المبادرة الوصول لعشرة ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وذلك بمشاركة 10,000 متطوع من متطوعي صناع الحياة.